يوريك أسيد تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة باليوريك أسيد، سواء السورس أو الانديكيشن. كمان هنتكلم على الميثود أوف استيميشن والانتربريتيشن، وكمان هنتكلم على الافكتس أوف إنكريز سيرم يوريك أسيد، كل الباثولوجيكال افكتس اللي بيعملها الإنكريز يوريك أسيد ليفل في السيرم. اليوريك أسيد بنختصره باليوريت، نقدر نقيسه في عينة السيرم أو البلازما. الريفرنس فاليو في الميل بتبقى من 2.4 ل 7.4 ملي جرام على الديسيليتر، في الفيميل بتبتدي من 1.4 ل 5.8 ملي جرام على الديسيليتر. الميثود اوف استيميشن بنقيسه عن طريق الكتس باستخدام السبكتروفوتومتر عن طريق الكالوريمتريك ميثود. دي الكتس اللي بنستخدمها في قياس اليوريك اسيد، بنستخدم فيها اليوريكيز انزيم ميثود، ودي عبارة عن كالوريمتريك ميثود، معناه ان احنا بنقيس الابزوربنس في نهاية الرياكشن. البروسيجر بالتفصيل، بنجهز 3 انابيب للبلانك والستاندر والسامبل، وبنحط الريجنت 1 ملي من الريجنت في الثلاث انابيب، وده بنسميه الوركينج سوليوشن. بنحط الريجنت رقم 1 مع الريجنت رقم 2، وبنعمل منهم الوركينج سوليوشن، وبنحط منه 1 ملي في كل انبوبه. بعد كده بنحط في انبوبه الستاندر 25 مايكروليتر، وكمان بنحط في انبوبه التست 25 مايكروليتر من السيرم سامبل. بعد كده بنعمل ميكس كويس جدا، وبنسيبه في الروم تمبريتشر لمدة 5 دقائق. بعد كده بنقيس الابزوربنس على السبكتروفوتومتر عند 505 نانو متر، بعد ما بنظبط الجهاز باستخدام الريجنت بلانك اللي احنا بنسميها كاليبريشن لزيرو. بعد كده بنعمل كالكوليشن، بنقسم الابزوربنس اللي احنا سجلناها للتيست سامبل على الابزوربنس اوف ستاندر، وبعد كده بنضرب في الكونسنتريشن اوف ستاندر، بيدينا الكونسنتريشن اوف يوريك اسيد بالملي جرام على الدي سي ليتر. وزي ما احنا شايفين هنا التست سامبل بالمقارنه بالبلانك بيحصل فيه تشينج في الكالر بعد الانكوبيشن لمده 5 دقائق على حسب كميه اليوريك اسيد اللي هي موجوده، بنلاقي اللون بيتغير بالشكل ده. بعد كده بنقيس على الجهاز، زي ما احنا شايفين بيسجل القرايه مره واحده، بيعمل كالكوليشن وبيسجل الريزلت بالملي جرام على الدي سي ليتر. زي ما احنا شايفين مسجله 6.7 ملي جرام على الديسيليتر، ودي تعتبر نورمال فاليو. الديسكريبشن، اليوريك اسيد عباره عن اند برودكت اوف بيورين ميتابوليزم، والبيورين بيجي من النيوكليك اسيد لان هو امبورتنت كونستيتوينت داخل النيوكليك اسيد سواء الدي ان اي او الار ان اي، وبنلاقي ان البيورين بيتكون داخل الجسم باستمرار وبيدينا كميه من اليوريك اسيد في السيرم، بتبقى موجوده كل يوم حتى لو ما فيش بيورين جاي من الاكل، لان بيحصل ميتابوليزم للبيورين الموجود داخل الجسم من الخلايا اللي تتكسر، والنيوكليك اسيد اللي فيها بيطلع البيورين، وبعد كده البيورين بيطلع النيوكليك اسيد. اليوريك اسيد بعد ما بيتكون وبيوصل للبلازما بيحصل له سيكريشن عن طريق الكدني، وبينزل في اليورين وهو واحد من الكونستيتوانت الموجوده في اليورين. عشان كده عمليه الاكسكريشن بتبقى معتمده على الكدني، لازم تكون الكدني سليمه عشان يحصل اكسكريشن لليوريك اسيد في اليوريك. فبالتالي اليوريك اسيد بيبقى له اندوجينس سورس وله اكسوجينس سورس. الاندوجينس سورس بيجي نتيجه للبريك داون من السيلز، لو حصل سيلولار بريك داون فبيحصل بريك داون للنيوكلس وبتعمل ريليز للدي ان اي، بعد كده الدي ان اي بيطلع البيورين، والبيورين بيحصل له كاتابوليزم وبيتحول لليوريك اسيد. البيورين بيتحول لليوريك اسيد في اكتر من خطوه عن طريق وجود انزيم بنسميه الزانسين اوكسيديز، بيقدر يحول الزانسين والهايبوزانسين لليوريك اسيد، وده بيتم في اكتر من اورجن، بيتم في الليفر والكيدني والانتستين. بعد كده اليوريك اسيد بيطلع للسيرم ومنه بيتجه للكيدني، بعد كده الكيدني بتعمل له فلتريشن وبينزل داخل اليورين. ده بنعتبره الاندوجينس سورس لانه بيجي من التيرن اوفر او التكسير الطبيعي للخلايا داخل الجسم. عشان كده دايما بيبقى فيه تكسير للخلايا والبيورين بيتحول لليوريك اسيد، وبعد كده اليوريك اسيد بينزل داخل اليورين. الاكسوجينس سورس لليوريك اسيد بيجي من الدايت نتيجه لوجود الميت في الدايت او الليفر او بعض الليجيومز بتحتوي على الدياتري نيوكليك اسيد سواء الدي ان اي او الار ان اي. في اللومن وفي جاسترونتستينال تراك الدي ان اي والار ان اي بتتكسر وبيطلع منهم البيورين اللي هو عباره عن الادينين والجوانين بيزس، بعد كده بيحصل له ابسوربشن عن طريق الانتستينال سيل
وداخل الانترنال ميوكوزال سيلز بيحصل كاتابوليزم للبيورين وبيتحول لليوريك اسيد. بعد كده اليوريك اسيد بيطلع من الميوكوزال سيلز وبيوصل للبلط، وبعد كده بيوصل للكيدني وينزل في اليوريك. عشان كده يبقى احنا عندنا اكسوجينال سورس والاندوجينال سورس، والاكسوجينال سورس بيأثر على اليوريك اسيد ليفل بشكل كبير جدا، بحيث ان لو كميه الميت او كميه النيوكليك اسيد في الدايت زادت بيأثر بشكل كبير جدا وبيزود الليفل اوف اليوريك اسيد داخل البلط. الانديكيشن احنا بنقيس اليوريك اسيد تيست داخل المعمل، اول حاجه assist in the diagnosis of gout، من الاختبارات المهمه اللي احنا بنقيسها عشان نشخص مرض الجاوت او النقرس. كمان بنعمل استيميشن لليوريك اسيد to determine the cause of renal calculi. اليوريك اسيد لما بيزيد في السيروم ممكن بيعمل رينال كالكولاي، عشان كده احنا بنقيسه عشان نعرف هو سبب الكالكولاي اللي هي موجوده في الكيدني ولا لا. كمان بنستخدمه كمونيتور في حاله الكيموثيرابي والراديشن في حاله علاج الكانسر، لان الكيموثيرابي بيكسر كميه كبيره من الخلايا، عشان كده احنا دايما بنقيسه مع الكيموثيرابي وبنحاول نظبط الليفل عشان ما يزيدش بشكل كبير جدا ويعمل مشاكل داخل الكيدني وكمان الجوي. الانتربريتيشن او الكلينيكال كورليشن، الليفل بتاع اليوريك اسيد لو زاد عن النورمال فاليو بنسميها هايبر يوريسيميا. الهايبر يوريسيميا بتحصل نتيجه لسببين، السبب الاولاني يا اما نتيجه للبرودكشن اوف تو ماتش يوريك اسيد، ما بيزيد البرودكشن لليوريك اسيد داخل الجسم. السبب الثاني او الميكانيزم الثانيه في حاله unable to excrete enough uric acid into the urine، بمعنى عمليه الاكسكريشن لليوريك اسيد داخل اليورين بيحصل لها ديستربنس، عشان كده اليوريك اسيد بتحبس في البلازما. هنتكلم عن كل ميكانيزم منهم. اول ميكانيزم وهي البرودكشن تو ماتش يوريك اسيد، اول سبب بيؤدي لزياده البرودكشن ليوريك اسيد وهو الجاوت. في الجاوت بيحصل جينيتك ديفكت في بعض الانزيم، وبالتالي بيعمل اوفر برودكشن للبيورين نتيجه للاوفر اكتيفيتي في البيورين باسوي، وبالتالي بيحصل برودكشن لكميه كبيره قوي من اليوريك اسيد وبيدينا هايبر يوريسيميا نتيجه للجاوت. السبب الثاني وهو الاكيوت تيشو ديستركشن، وبيحصل ديستركشن لكميه كبيره قوي من السيلز، بيؤدي لتكسير كميه كبيره قوي من الدي ان اي اللي بتبقى موجوده داخل النيوكلس، والدي ان اي طبعا بيحتوي على كميه كبيره من البيورينز، وبالتالي البريك داون للبيورين بيدينا كميه كبيره من اليوريك اسيد. فاي سبب يزود الدستركشن للسيلز داخل الجسم بيؤدي لزياده البيورين، وبعد كده بيؤدي للهايبر يوريسيميا. من ضمن الحاجات اللي بتكسر السيلز بكميه كبيره جدا الكيموثيرابي والراديشن ثيرابي، بيعمل تكسير لكميه كبيره جدا من السيلز. كمان في حالة اللوكيميا بيحصل تكسير لكمية كبيرة من السيل نتيجة للأوفر برودكشن للسيلز، وبالتالي تدينا هايبر يوريسيميا نتيجة لتكسير النيوكلس والدي ان اي الموجود فيها. كمان بيحصل هايبر يوريسيميا نتيجة للإكسسيف دايتري بيورينز اللي بتبقى موجودة في الميت أو في البينز، ودي بتؤدي للبرودكشن لكمية كبيرة من اليوريك أسيد عن طريق الانتستينال ميوكوزال سيلز زي ما قلنا قبل كده. الميكانيزم الثاني اللي بتؤدي للهايبر يوريسيميا وهي الديكريز في عمليه الاكسكريشن. في الحاله دي بنلاقي ان اليوريك اسيد بيحصل له سيكويستريشن داخل البلازما. الاسباب اللي بتؤدي لديكريز سيكريشن، اول حاجه الكيدني ديزيز، في الحاله دي بتبقى الكيدني فانكشن از بور، وبالتالي ما بيحصلش اكسكريشن لليوريك اسيد، وده بيحصل في حاله النيفروباثي نتيجه للديزيز داخل الكيدني او الرينال فيليا، او نتيجه للتوكسيميا في البريجنانسي. في حاله البريجنانسي التوكسيميا بيبقى فيه كميه كبيره من الاسيدز موجوده في البلد، والكيدني في الحاله دي بتفرز الاذر اسيد وبتمنع عمليه الاكسكريشن لليوريك اسيد، عشان كده بيحصل هايبر يوريسيميا. السبب الثاني اللي بيقلل عمليه الاكسكريشن وهي الدراجز او الميديكيشن، زي في حاله السايزايد دايوريتكس او في حاله اللو دوز اسبرين او الالكول. كل الدراجز دي بتؤدي ل الديكريز في عملية الاكسكريشن لليوريك اسيد، وعشان كده بيحصل له سيكوستريشن وبيزيد داخل البلازما. الافكت اوف هايبر يوريسيميا، اما بيزيد اليوريك اسيد داخل البلازما بيؤدي لمجموعة من الديستربنس، اول حاجة الفورميشن للكيدني ستون او الرينال كالكولاي. في حالة الهايبر يوريسيميا اليوريك اسيد كريستال بيحصل لها بريسيبيتيشن في الكيدني وبتؤدي لظهور الكيدني ستون، وطبعا الستون بتعمل بلوكينج للرينال
تيبيول، وده طبعا بيؤدي للرينال فيلر. عشان كده الهايبريورسيميا بتبقى خطيره جدا لو استمرت بدون علاج، لانها بتؤدي لظهور الكالكولاي، ووجود الكالكولاي لفتره طويله داخل الكني بيؤدي للرينال فيلر. الافكت الثاني وهو الجاوت. الجاوت هو عباره عن كرونيك تايب اوف انفلاماتوري ارثرايتس، بيحصل انفلاميشن داخل الجوينت، وبيحصل بريسيبيتيشن لليوريك اسيد كريستال داخل الجوينت، وبتؤدي للسيفير انفلاميشن. زي ما احنا شايفين المونوسوديوم يوريت كريستال اللي هي موجوده قدامنا دي بيحصل لها بريسيبيتيشن داخل الجوينت، وهي اللي بتؤدي لحدوث الانفلاميشن داخل الجوينت في انواع معينه من الجوينت زي البيج تو، وده بيؤدي للانفلاميشن والانلارجمنت للجوينت واللي احنا بنسميه الجوت. وده يعتبر الفكت الثاني الدار للهايبر يوريسيميا او زياده اليوريك اسيد في البلازما. الديكريز في اليوريك اسيد بيحصل في حاله اللو بيورين دايت، لما بيبقى الاكل ما فيهش اي سورس للدي ان اي او البيورينز. كمان بيحصل في حاله السيفير ليفر ديزيزز، ان بيحصل ديكريز لعمليه الفورميشن. كمان بيحصل ديكريز في بعض الدراج بنسميها يوريكوزيوريك دراجز، وبتؤدي بشكل كبير جدا للاكسسيف اكسكريشن لليوريك اسيد داخل الكدني، عشان كده الليفل بيقل في البلازما. احنا طبعا بيهمنا بشكل كبير جدا الانكريز، لان هو اللي بيؤدي لحدوث مجموعه كبيره من الديستربنس. وبالتالي يبقى احنا كده اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه باليوريك اسيد، وعرفنا ان اليوريك اسيد عباره عن اند برودكت من البيورين ميتابوليزم داخل الليفر والكدني والانتستين. كمان عرفنا الانديكيشن ان اليوريك اسيد تيست بيبقى مهم جدا في تشخيص الجوت، وكمان في الرينال فيلير، لان اي مشكله داخل الكدني بتمنع الاكسكريشن لليوريك اسيد، وعشان كده بيزيد في حاله الرينال فيلير. كمان اليوريك اسيد تيست من الاختبارات المهمه جدا في حاله الكيموثيرابي والراديشن، عشان نعمل مونيتور لليوريك اسيد ليفل، وبالتالي بنمنع البريسيبتيشن داخل الكدني او الجوينت. وزي ما قلنا الهايبريوريسيميا او الانكريز في اليوريك اسيد بيؤدي للكيدني ستون، وكمان بيؤدي للجوت. وعشان كده قياس اليوريك اسيد مهم جدا، لازم نقيسه كل فتره عشان نمنع الباثولوجيكال افكتس الضاره سواء على الكيدني او على الجوينت.